المعتقلين السياسيين القابعين بسجون النظام ذو الطبيعة اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية الذين زج به من داخل الزنازين لأنهم كانوا بالأمس القريب يتواجدون في ساحات النضال يتواجدون ولا الشعب خلفهم ولا الشعب خلفهم ونرفع عيد قيامي جمعا شعبينا ونرفع عيد قيامي جمعا شعبينا كما قلت ساحات النضال بالاحتجاجات إلى جانب الجماهير ينتصرون لمطالب الجماهير لكن طبيعة النظام كان لها خيار رجعي بالزج عبر هؤلاء المناضلين الشرفاء من داخل دهاليز النظام لأولا إسكات الأصوات وتكميم أفواه الأصوات الحرة من داخل الشوارع وميادين النظام في نفس السياق تحية نضالية عالية مبدئيا لكل حضور لكل إطارات المناضلة الديمقراطية والتقدمية كل من التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهات الشرف الاتحاد المغربي للشغل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور الاتحاد الوطني لطلبة المغرب نحييهم عاليا على دعمهم وتواجدهم وانخراطهم الميداني المبدئي في كل محطات الجمعية الوطنية للدفاع عن الحق في الشغل والتنظيم يأتي هذا الشكل النضالي للجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين في سياق النضال المشترك بين فرعي سلوان ومضار بحكم أنه خذنا يوم البارحة لدرنا لها إشارة في البلاغ للتنشر خذنا يوم البارحة 25 دجنبير من هذا الموسم الجاري شكلا نضاليا أمام عمالة دريوش ونحن اليوم نجسد بلاغنا وبرنامجنا النضالي يوم 26 دجنبير بساحة تحرير بالناظور كما قلت يأتي هذا الشكل النضالي تفاعلا مع نداء الجمعية المغربية الجمعية الوطنية عفوا لحملة شهادات المعطلين بالمغرب وتجسيدنا لخلاصات المجلس الوطني المنعقد بالرباط 4 أكتوبر 2020 ولسواء المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد بفاس يوم 10 دجنبير ضدا على سياسات سويف ضدا على قانون المالية 2021 الذي نعتبره في الجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين قانون مالية تقشفي تحت شعار قانون المالية 2021 التقشفي هو استمرار في الإجهاز على المكتسبات التاريخية للجماهير الشعبية معطلين ومعطلات الجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين هذا الشكل النضالي بخصوص قانون المالية اللي ربما كل رفاق كل معطلين والمعطلات اللي اطلعوا عليه هو لا ينسجم اولا والتطلعات والمصالح ديال الجماهير الشعبيه هو اولا كيوفر الميزانيات ديال الجماهير الشعبيه من اجل انه يرص الصفوف ديالو القمعيه من اجل انه يرص الصفوف ديالو الامنيه من اجل المزيد من قمع الاصوات الحره من اجل المزيد من القمع ديال المناضلين والمناضلات اللي كيحجوا الميادين باش يدافعوا على المطالب ديالهم العادلة والمشروعة ايضا هذا القانون المالي التقشفي نعتبره تقشفا لانه يجهز بشكل مباشر على الوظيفة العمومية ويجمد مجموعة من القطاعات الحيوية ويحرم حاملي الشهادات من التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية مما يستدعي منا كمناضلين ومناضلات أننا نرص الصفوف أيضا وأننا نرتب الأمور ديالنا جيدا باش نحاول نتصدى ونحاول أننا
نعكسوا التطلعات ديال الجماهير في الميدان. اشارات اخرى رفاقي رفيقاتي معطلين ومعطلات الجمعيه الوطنيه لحملات شهادات المعطلين بالمغرب، نؤكد على مساله اننا لن نسمح ولن نتوانى في الإجاز، لن نسمح عفوا للإجاز الذي يطال مكتسبات الشعب المغربي، وأننا متواجدين بالميدان إلى جانب كل إطارات ديمقراطية والتقدمية، مستعدين لتجسيد النضال الميداني المشترك مع كل من له غيرة للدفاع عن المصالح ديال الجماهير الشعبية. كانت هذه مداخلة مشتركة بين فرعي سلوان وميضار، نفسح المجال بحكم أنه هذا الشكل النضالي كيتواجدوا فيه مجموعة من الإطارات اللي سبق أنني درت إشارة اليوم أننا نوزعوا المداخلات باش يغنيوا النقاش في هذا السياق. غادي نعطيو مداخلة أولى عفوا للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فليتفضلوا.